السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. بالب سبيس، إيه هو يا جماعة البالب سبيس؟ البالب سبيس ده subcutaneous space موجود in front of the distal phalanx. السبيس ده يا جماعة closed space، مقفول. مقفول ديستالي زي ما انت شايف اهو بفايبرس سيبتم ما بين البيري اوستيوم اوف ذا ديستال فالينكس اند ذا سكن. والسيبتم دوت ماشي دايرن داير على اليمين والشمال اهو ما بين البيري اوستيوم اوف ذا بون اوف ذا ديستال فالينكس والسكن. فكده يبقى احنا قفلناه دايرن داير ما عدا لسه بروكسيمالي مفتوح. لا، اتقفل بقى هو كمان. ده مقفول هنا يا جماعه، الجلد لازق في الاندرلاينج فايبرس فليكسور شيس. فكده بقى ده كلوز ذيس بيس، مقفول من جميع الجهات. في شويه فات، والفات ده على فكره متقسم الى مناطق مناطق، لان في ميني فايبرس سيبتا. ميني فايبرس سيبتا ما بين البيري اوستيوم والجلد. فراحت مقسمه الفات ده الى لوكيولاي، اجزاء 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 كده اهو. كمان البالب سبيس بقى اهميته ان هو كونتيننج ديجيتال ارتري. الديجيتال ارتري ده ماشي اهو في الصباع. قبل ما يخش البالب يروح مدي برانش تغذي البيز اوف ذا ديستال فالينكس. بس بعد كده بيخش البالب. للاسف بقى ما بيخش البالب بيدي برانش يغذي الشافت والهيد اوف ذا ديستال فالينكس. ليه للاسف؟ على فكره البالب سبيس ده يا جماعه السكند كومن هاند انفكشن. كلكم هتقولوا لي يا امال مين الكومنست؟ الكومنست ده ايه ده؟ وان مش كتير قوي البنات بالذات عندهم خصله سودا ان هم يقعدوا يلعبوا بحته الجلد اللي حوالين الضفر. حته الجلد اللي حوالين الضفر دي دايما بيحصل فيها انفكشن اسمه بارو نيكيا. بارو يعني جنب، ونيكيا اللي هو الضفر. فالانفكشن اللي في النيل فولد ده اللي حوالين النيل ده الكومنست هاند انفكشن، والاخ ده السكند كومن هاند انفكشن. خطورته ان هو كلوز سبيس. الانفلاميشن يا جماعه بيعمل كونجيشن وايديما، والبريشر بيعلى جوه كلوز سبيس. اما البريشر جوه الكلوز سبيس ده يعلى هيضغط على الارتري ويقفله. ولو اتقفل مين اللي هيموت؟ الشافت والهيد اوف ذا ديستال فالينكس. فدي اهميه الكلام اللي انا بقوله ده، مهم لحياتك العمليه وحياتك عشان تبقى دكتور وكده هو. بس بيني وبينك في امتحان يعني بالنسبه لسنه اولى لسه اطفال صغيرين، عمر ما حد يعني هيجيب لهم في امتحان البالب سبيس. فده قرايه للمعلومات العامه عشان تبقى بعد كده دكتور كويس. نفس الحكايه عمر ما حد هيجيب لعيال في سنه اولى صغيره الويب سبيس. ايه الويب سبيس ده بقى؟ ده يا جماعه الويب سبيس اللي هو اللي انا ماسكه ده ما بين الصباعين. امسك كده هو الحته اللي ما بين الصباعين بتوعك دي اسمها ويب سبيس. عندي ثلاثة ويب سبيسز ما بين الميديال فور فينجرز. الويب سبيسز دي كده امسكها وقول لي كده هو ايه الباوندرز اللي حواليك. اولا هي ويدج مقلوب، الايبكس بتاعه بروكسيمال والبيز بتاعه ديستال. البيز بتاعه يا جماعه اهو الحته الفري دي اللي اسمها فري edge of the web. الابكس مدفون تحت ما بين التو جوينتس دول، الجوينت اللي ما بين الميتاكاربال بون والبروكسيمال فالينكس. يبقى اسمها ايه؟ بيبقى الابكس بتاعه ما بين التو ميتاكاربو فالينجال جوينتس اللي ريليتد ليهم. يمينك وشمالك في ايه؟ العظمتين البروكسيمال فالينكس، حسهم حتى وانت ماسك.
من قدام ومن ورا في ايه؟ السكن اوف ذا ويب. كان تمسك كده الويب بتاعك اللي ما بين التو بروكسيمال فالنجيز دول، قدامك وراك سكن، البيس بتاعنا الفري ايدج اوف ذا ويب، والابكس بتاعنا ما بين التو جوينتس اللي اسمهم ميتا كاربو فالنجيال جوينت. الويب سبيس ده وان في ايه؟ ماشي في اللامبريكال ماسل، ماشي في اللامبريكال ماسل. وللاسف اللامبريكال ماسلز لو في انفكشن في الويب، الانفكشن ممكن يمشي مع اللامبريكال ماسلز عشان يضرب لك في التو سبيسز اللي ديستال ليهم. السبيس يا جماعه اللي قدام البروكسيمال فالنكس ده بيتقال عليه بروكسيمال فولر سبيس، لان السبيس اللي قدام الميدل فالنكس ده اسمه ديستال فولر سبيس. هنا يا جماعه مع اللامبريكال الانفكشن ممكن ينتشر من الويب للتو ريليتد بروكسيمال فولر سبيسز اللي هم قدام البروكسيمال فالنجيز. بس لا مش بس، الويب ده يا جماعه متصل بروكسيمالي بمين؟ متصل بروكسيمالي بالتو سبيسز هنا اللي في البالم اوف هاند، الميد بالمر سبيس والثينر سبيس. ده يا جماعه اسمه ويب سبيس. اخر سبيس بقى عندنا في على فكره برضو اهميه الويب سبيس ده ايه؟ اهميه الويب سبيس ان هو الثيرد كومن هاند انفكشن بعد البارونيكيا والبلب سبيس انفكشن. الويب سبيس ده وان ثالث اهم واحد. بقى في عندنا سبيس نادر قوي ان يحصل فيه انفكشن، زي ما بقول لك السبيس دي كلها صعب ان حد يسالك فيها. انا عمري ما سمعت عن حد في الاناتومي سال الاطفال الصغيرين بتاعه السنه الاولى في حاجه زي كده، بس انا بقولها للكمالة عشان مواضيع هتلاقوها موجوده عندكم ايه في كتب الاناتومي، وكل واحد بقى اضرب جامعته يشوف الحاجات دي بتتشطب بتيجي ما بتجيش حاجات زي كده. بس يعني حد بتاع اناتومي يبقى هايف ما يسيب كل الابر ليم ده بكل الماسلز العظيمه دي والريجيال والميديان والالنر والارتريز والنيرفز والكلام ده ويسالك في ويب ولا في بلب او حاجه زي كده اهو. يعني في عندنا سبيس يا جماعه اسمه بارونا سبيس. البارونا سبيس ده يا جماعه ده انا عامل كات سيكشن في منطقه الديستال بارت اخر حته يعني من الراديوس ودي الالنا، وكلنا عارفين الديستال بارت اوف راديوس والنا مين العضله دي اللي ماشيه وطالعه من الالنا ورايحه للراديوس. طبعا دي العضله الشهيره البوني دي اللي اسمها برونيتور كوادريتس. قدام البرونيتور كوادريتس ايه بقى الحاجات الكتيره قوي دي؟ ده اللونج فليكسور تندونز. اللونج فليكسور تندونز كل التندونز اللي متحوطه بقى هنا اللي هم الفليكسورز اللي معديين ان فرونت اوف ذا ريست وفي الديستال بارت اوف ذا فور ارم ورايحين بقى للهاند بالشيسز اللي حواليهم ساينوفيال شيسز. فده اللونج فليكسور تندون بالساينوفيال شيسز اللي حواليهم معديين ما بين بقى البرونيتور كوادريتس والساينوفيال شيسز في الحته الحمراء دي. الحته الحمراء اللي في الرسمه دي هي دي بقى اللي اسمها بارونا سبيس. البارونا سبيس ده سبيس محدود بوستيرولي بالبرونيتور كوادريتس وانتيرولي محدود بال لونج فليكسور تندونز بالساينوفيال شيسز اللي محوطه. خطورته ايه البارونا دون؟ البارونا سبيس دون طبعا يا جماعه لو في انفكشن بيمتد ديستالي لانه متصل من خلال الكاربال تانلز، يعني هو هيمشي ديب برضو للتندونز على تحت في الكاربال تانلز ويخش لك على الميد بالمر سبيس. ده يا جماعه الثلاثه سبيسز الصغيرين اللي عندنا في الايه في الفيديو دون، ونكمل بقى ان شاء الله الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.